الرحيم مبدأ الجميع. بالنسبة للمباراة اليوم نحن جينا من مباراة عملنا فيها فوق، عملنا أربع مباريات بدون هزيمة، بعد هزيمة المباراة الأخرى كان عندنا لازم علينا نعمل رد فعل، دونك حضرنا معناتها اللاعبين من الجانب هذا، ومن الجانب الثاني معناتها التكتيكية تكتيكيا معناتها على ان نعرفوا اللي زاد كيف رجاء يمر فتره صعيبه شويه وكاي باش ياخذ كل في قلب نتاعو الهجوم، قال حضرنا الدور نتاعنا باش نخلي المساحات نتاعنا نحاول نستقبلهم، وجات زاد ضربه جزاء على الوقت مزيان الوقت جاي بعد سبت ونقول الحارس في الحياه هذا، على هذا ما نعرفش اللي قلنا زاد كيف باش عاودنا رجعنا الموتيفاسيون اللعبيه خاطر جاء معناتها الطبيعه ديالنا في وقت خايف شويه، لازم نطلعوا كيف كيف.